والحقيقة احنا يعني عايزين نترجم العلم للتخلص من مشاكل المجتمع، وإلا يبقى العلم ملوش فايدة. لو العلم لم يترجم لحل مشاكل وأمراض المجتمع والتخلص من معاناتهم، يبقى الحقيقة العلم حاجة نظرية ملهاش أي قيمة. وبالتالي احنا دلوقتي بعد طفرة جراحات السكر والتخلص من مرض السكر والمعاناة الشديدة من هذا المرض ومضاعفاته، لازم نبتدي ناخد خطوة نشيطة وخطوة لقيادة المجتمع بتاعنا للتخلص من هذا المرض. وبندي دعوة لكل المهتمين وكل المتخصصين وكل الجمعيات الأهلية وكل الهيئات المهتمة بالتخلص من أعباء الناس الغلابة اللي ما تقدرش تتحمل تكلفة العملية، إنها تشارك في مثل هذا المشروع. والموضوع ما نقدرش نرميه كله على مؤسسات الدولة عشان ما نبقاش بنقول أي كلام مش هيتنفذ. الموضوع محتاج بداية من كل إنسان يقدر يساعد مريض للتخلص من هذا. ومساعدتك برضو للشباب يا دكتور، لأن بالزبط. هم اللي ده الشق الثاني، حملة شباب جامعة عين شمس. بالظبط، الحركة دي بدأت من الشباب الحقيقة، وأنا واحد منهم. لو إحنا ما شاركناهمش في مثل هذا الطلب وهذا الحدث، يبقى إحنا الحقيقة دورنا مش فعال في المجتمع. وبالتالي إحنا تحت أمر كل الناس، وأي خطوة لتحسين مستوى الصحي في البلد إحنا نتمنى نشارك فيه. وإحنا بدورنا بنبدأ الجزء اللي بنقدر عليه، هو الجزء التدريبي والتعليمي ونقل الخبرات.